كريتوس لا كريتوس لا لا تموت لا اوه شيت طلع اوه شيت اوه شيت الو السلام عليكم معكم محمد اليوم اجينا بحلقة جديدة من تابس طبعا حلقة اليوم راح ترجع لشخصياتكم او الجزء الثاني من شخصياتكم لانه الحلقة الماضية ما صرنا نخلص الشخصيات ابدا بعرف لسه في شخصيات اكثر من هيك حطيتوا لي شخصيات اكثر واكثر بس ها هي التكملة للحلقة الماضية كان في كتير شخصيات فما حسيت اسويهم كلهم فهاي الحلقة هنكملهم زائد في شغلة حاب احكي عنها واللي هو انه هحاول اسوي جدول للقناة عشان تعرفوا متى حتنزل حلقات تابز ومتى حتكون الحلقات الثانية فيوم الخميس اللي هو اليوم حتكون حلقات تابز مش هيك عم بصور تابز اليوم يوم الاحد يوم الثلاثاء حتكون حلقات ثانية فلسه ما قررت شو الترتيب بالضبط بس يوم الخميس حيكون حلقات تابس خلينا نبدا ار اكس طبعا عباره عن زلمه مزارع مع هيلر بنفس الوقت لونه ازرق استنى شوي لونه ازرق لانه هون ولا لونه ازرق لونه ازرق اتوقع لونه ازرق لونه ازرق بس الله اعلم شو شغله بلاك سلاير طبعا بلاك سلاير شكله غريب ها اوكي انا فكرت SCP بس طلع ما هو SCP روح اوه هذا مو هيلر هذا شو هذا استنى شوي شو عمر بي هذا من الكول داون اللي عليه خيب خلينا نجرب فار التجارب عليه الكينج اوكي بيعطي فير كمان صفع الكينج تصفيه ولا هذا وات هذا كيف صغر هيك شو صار اتوقع انه في غلط بس هالغلط عاجبني شوي عاجبني شوف قديش صغير ماني عارف شو اسوي ما في عندي شخصيه صغيره فاللي حسويه هو احط وزرد ما حيحسن يضرب اصلا زلمه كثير صغير لحتى يحسن يضرب شوف كيف عم تعذب المسكين بس ما حيحسن يضرب الوانه كمان خرب الوانه كمان خربت هلا رجع طبيعي لويس طيب بقى انا لويس مجهز مع 2 جلوك والزلمه زلمة رسميا جاهز ومعه تبع الغاز ومعه نايت فيجن فشو ما حد حيطلع حيقتلك اوه بيسوي داش كمان اوكي والموسيقى موسيقى خربت كمان وزدتنا لويس لتحت فهذا مات خيب هذا زلمة لهالدرجة قوي هذا شو كنت افكر معاه سلاح لانه معه ارمر النايت معه رجلين النايت نسيان يشيل بوطة كمان خلينا نشوفه اوه بس يرمي اعصار وبس يصد بنفس الوقت بس ما محسن يصد كل الضربات هذول اتوقع انه حيتوفى اتوقع ريد فيكتوري اوه شيت اتوقع انه لا نيفر مايند ما قتله اوه مين هذا هذا هو جد عبده راجع من ال... راجع من الابر مع مقلايه اوه صح هو مات من المقلايه هذا هو نفسه هذا هو جد عبده معاه كمان الشحاطه اللي كان لابسها هو ونايم هو بات من المقلاي نسا كيف مات بالضبط اتوقع كان عبده مشغل الغاز والزيت فقام جد عبده ووقعت المقلاي على راسه العموم هاد جد عبده رجع من الموت عشان يقتل هالزلمة روح جد عبده بحسن ينفخ ايس كمان مع انه مات من النار وين رايح جد عبده الو روح كمل تعرف تصد تعرف تصد اتوقع راح يتوفى بس بحسن كمان اضرب كفو عليك هذا هو جد عبده بس في شغلة بس كان لازم لها تعديل السلاح شكله غلط المقلاي شكلها غلط مقلاي لونها غلط بالتحديد ول هلا المتحدي الجديد هو جد عبده اوه كوين نا كوين ما لابست النورة وات شكلها حلو يا زلمة استنى شوي ها مو كوين ها نصاب جد عبده روح فيه كمان تحسن جد عبده مقلايتك كفو هذا هو جد عبده خال عبده اوه هذا زاد زلمه بيفهم هذول الالوان الحقيقيه هاي اتوقع انه شايلها تقليد هذا خال عبده رجع مشان يهزم جد عبده بعد ما رجع من الموت وقتل البشر كلهم بس رجع بالاخص لانه جد عبده خان تقاليد العائله او خان كسر شغله تبعيت العائله شو اسمها دي خلينا نشوف شو حيسوي بس اني لف و جمد اوه شيت خل عبده شكله او بي هلا ما في حدا منكم حيحسن ينتحر ف اتوقع ليش بتتابع الموسيقى تروح اوص اضرب بسلاحك استخدم سلاحك ياب هذا هو البديهيات
فلا خال عبده هو المتنافس الجديد وديث نينجا. ما ذكر اذا استخدمنا هذا الزلمة ولا لا، بس حنستخدمه مرة ثانية. بيرمي الشوركنز وهلا بجنت. بس ما في موسيقى، الموسيقى عم تروح بس من كثر كثر الشغلات الموجودة بالماب، ومو من كثر الشغلات الموجودة بالماب، من كثر الساوند افكت. استخدم سلاحك احسن. اوه استنى شوي، شو هاي؟ شو الوفاء؟ هاي وفاء حلوة. اوكي خلينا نشوف هالزلمة. ليش صار لونك اسود؟ اوه اخيرا استخدم سلاحه. هالزلمة بس يستخدم سلاحه وقتها بيشتغل نفس الناس، بس غير هيك لا. هذا ثمنيل الفنان كمان باي ذا. هذا شيء هيك ما ماني عارفان شو الاسم هذا. اوه الاسطوره. اوكي ما فهمت بنوب. فالاسطوره هذا معاه سنايبر، ما في معاه سكوب اصلا سنايبر. قاد ديم نو سكوبات الدنيا راح تطلع منه. بس هذا مصطوم، هذا كمان مصطوم بي 90. اوكي خلينا نشوف شو هتسوي ضد خال عبده. هذا هو عم استخدم سلاحك منيح يا زت لتحت على الاغلب. او لا هذا هو قدامه لحالتين مات. جدت عبده، اوه جدت عبده رجعت لخال عبده. هذا ابنها، المفروض يكون ابنها. وسلاح كمان الصح كفو عليكم. الاسلحه الذهبيه، ها هو شعار عيله عبده، الاسلحه الذهبيه. سمكه ذهبيه طبعا كالعاده، مثل الجدة مثل الام، ما بعرف شو خبصت هلا بس اوكي. ورجعت مشان تتعامل مع ابنها، ابنها صار يقتل كثير ناس. فخلينا نشوف شو هتسوي. وات ذا شو عم تضرب هاي؟ او عبالها ظهرها كله اسهم، نسيتها عايشه. شو عم تضرب؟ ضربيه بالسمكه، بالسمكه. عيب عليك ولد. لا وقعت لتحت. كمان تهزي تسبحي. ريد فيكتوري شت. هالزلمه اللي هو المفروض انه يكون قرصان، ف لا الأسلحة العادية مو من عيلة عبده، بس لو بدال الأيكي أو القرصان بيكون معاه أيكي. فطلع مو قراصن زمان، المفروض يكون معاه مسكت. بس حلو خلينا نشوف شو هيس نسوي. بضرب رصاص عادي، لا نينجا كمان، قرصان نينجا كمان حلو. خال عبده بس استعمل سلاحه بنيه. كمان شو عم تسوي؟ وين عم تقيم؟ او كانوا قتلوا ديم. وين هالايم طيب؟ ويل هذا هو المتحدي الجديد اركس واوا. اتوقع ان اركس واوا كثير قوي. هذا هو المتحدي الجديد، اتوقع انه هو كثير قوي. استنى شوي كيف لسه ما قتل لهلا. اوه رجع قتله. خال عبده روح. ايوه لفه طلع لفوق، وبعدين اعرف ايم نفس الناس. قاد ديمت ما بعرف ايم بنوب. والله الصفعة تصفيع. قاد ديم هزلم اوبي، هو زلمة قوي مو اوبي. هجرب ضد هذا واللي هو تعال بس كان مع نيوك، اتوقع مع نيوك. ما قلت لي حيضرب نيوك. هذا صوت فيل. اوكي الاثنين نينجا. فانا لا وين راح الزلمة الثاني؟ الزلمة الثاني وين؟ او هذا هو هذاك زلمة اوبي. اوكي بيبي يودا. اوه مفروض انك تكون قوي بيبي يودا، المفروض تكون قوي. روح ونام مثل ما اتوقع من بيبي يودا. ما يسوي شيء. نام. لا ما نام، اكل ضربه وتصفى. لا لسه ما تصفى، هلا تصفى. وابن عم عبده اللي هو هالزلمة او هالولد. ما اتوقع بيبي يودا حيسوي اي شيء ضده، بس هذا هو ابن عم عبده. استنى شوي، هذا هو عم عبده. المفروض بس ها، المفروض اول شيء يكون في قرون. الاسلحه جايبها صح، انا معك شكرا كفو. بس المفروض يكون في قرون. القرون وراث بعيله عم عبده، بس عيله عم عبده هذا ابنه المتبني على الاغلب. فروح شو بتقوص؟ المفروض يكون صواريخ. قاعد دامت اوكي بيقوصهم عادي اقل شيء. هذا هو. ارجع شوي لورا. هذا هو. واخيرا اللي هو ميتاتا. شت مو ميتاتا، هاي شو اسمها؟ اندين شي هيك من اندرتيل. كلكم تحبوا اندرتيل. كم بس احكي انه هدول الورود اغرب شي بتابس. رسميا ورود عم تلفلف، عم يلف 24 ساعة. يعني حتى لو طلعت برا
ما بعرف بروت شكلهم كتير غريبة بتابز. اوكي خلينا نرجع موضوعنا. هاي شكلها كتير قريب اتوقع. احط صورة جنبها. خلينا نشوف لو حتتحمل عم عبده. قدام عاشت من عم عبده. عم عبده فريمات. رجعت كيف حسن يقتلها. كفو عليك. ما اعرف كيف حسن يقتلها بس حسن يقتلها. اوه خلينا نحط ضد سانس. هذا سانس تبعي. لا تقولوا لي قوي ولا ما تقوي. واحد اتش بي هذا هو اللي له. اول ضربات اول ضربات اتوقع موجودة بتاب اصلا عطيها. واللي هي تبعية الدارك بزن. كريتوس الريماتش. كمان كريتوس. لا كريتوس قوم. ايوه روح. تحسن. هي نايمة. عبدال بيها صم. ريماتش. روح. كريتوس. ايوه بالهواء. كفو عليك. مين مات؟ اتوقع انه كريتوس قتلها. صار واحد لواحد. قاعد ديم. قلتوا لي انه هيرو برا. اتوقع اني طورتها الزلمة. ياب صار يطلع ويتشز. واللي هو الشغلات الشغلة الجديدة. صار ينفخ نار على اساس. ما بعرف شو قلتوا لي هالزلمة بيسوي بس على اساس بيسوي كتير شغلات. اتوقع انه كانه لبس. لبس كريتوس حجرة براسه. بس قلتوا لي انه زلمة كتير قوي فخليته كتير قوي. اوه ديم كريتوس. كريتوس لا. كريتوس لا. لا تموت لا. اوه شيت طلع. كفو عليك. زلت تحت. هات اللي كريتوس متد بلو فيكتوري. شيت كريتوس. اوكي بدكم تشوفوا السبيات. طبعا تخيل قديش فيها السبيات. اتوقع انه كمان سووا لك ابديت. جاد ديم ذا اول تي في دريم هاشي و جاد من عالم السبي. طبعا ذا اول تي في شيت شكله فنان. هذا الزلمه كمان شكله فنان. هذا الزلمه كمان شكله فنان. هذا الزلمة شكله بنفسجي فما اتوقع ليش هذا الزلمة شكله بنفسجي؟ العموم هذا الزلمة اللي بدكم ياني انزله من زمان او اسويه من زمان هذا هو صح؟ اتوقع هذا هو. هو اس بي 682. اوه هذا الدب البرقص كان صح؟ هذا بالكامل مرقص. اهلين. اوه اهلين كيف حالك؟ لا ارقص ارقص. ايش كنت عم ترقص قبل شوي؟ فين خليك تقاتل واحد ما نزفت؟ روح. المفروض يكون اول شخصيه بالعالم صح؟ ولا صدق انت حر استنى فوق. لا زدت حركة لتحت كمان معه. خيب الاثنين هذول ما ماتوا. او هذا لما صار له ساعه بالمي وهلا ما مات. او هلا مات. خلينا اجرب كاكاروتو ضد هذا الزلمه. شت ما في امل ابدا. ما في امل. خلينا نحط زاره. طيب كفو روح. لا تزت حالك قاعد دايما زاره. ليش؟ وعلى تحت هلا اشوفك. على الاغلب حيو على تحت. حيلاقي طريقه لها تاني وقتها. بس ممكن يحسن يقاتله. انا بدي اياه يقاتله نفس الناس. كمان كفو. هذا زاره بدي اياه. وبلو فيكتور يعني زاره قتله اخيرا الحمد لله. على العموم اتوقع لسه في شويه وقت. فاللي سويته انه جبت شويه شغلات تانية. فهذا جد عبده وهذا كمان جد عبده. الفرق بين هذا وهذا ها في عنده اسلحه ذهبيه بس ها مو اسلحته كامله ذهبيه. و عنده شنبين. قاعد دايم متى ضافوا هالجوتي؟ في كتير شغلات ضافوها. المفروض ارجع احاول اسوي شغلات تانية. حاول اسوي لكم ناروتو الحلقه الجايه ان شاء الله لان بعرف انه في كتير منكم بده يشوف ناروتو. وححاول اسوي تبع تاكون تايتن مع اني ما شفت الانمي بس ححاول. المهم هالزلمة احسن بشغلات وهالزلمة احسن بشغلات. هاتلو بعض. والموسيقى راحت. اكيد الموسيقى هتروح 100% الموسيقى هتروح. كمان قاعد جد عبده توفى. مو ها اللي متوفي اوريدي توفى. اوكي في شغلة تانية اللي هو وايت بيرد. قاعد هذا بيشبهه. ما توقعت يشبهه. حاج ترقص. لا ترقص. ايوه افتح رجليك. كفو عليك. هذا وايت بيرد. ما بيعرف وايت بيرد. تحيل ما تكون ما بتعرف وايت بيرد. اخذت مني اربع محاولات على استحكيه. ما في عنده بيرد. بس عنده شنب معكوس. واللي اتمنى لو بتحسن تكبر حجم الاسلحه لانه لو بتحسن تكبر حجم الاسلحه هذا هو الزلمه. لو بتحسن كمان تعطيك كيب. على العموم هذا هو الزلمه. حاط لكم صورته على اليمين. اوه هذا شكله ديمون كينج زياده على اللزوم. مع السيف تبع دوم بس. جلس ايدك.
وحط عليه ألف تاج ماشي منيح على طول. روح ضد وايت بيرد، الوايت بيرد عصب هنا، سلاحه كتير صغير للأسف. شات كيف مات؟ وفو ما يموت بسرعة، الزلمة جيجته حفرة بنص بطنه وما مات. ماريو روح. شوف ماريو اعطي طاقة جاين ساموراي، طاقة جاين ساموراي اسفل شغلة بالعياء. بس اوكي لا تقول لي ماريو حيحسن يقتلك، ما طالع عند كتفك. نشوف الاتش بي تبعه كم، الاتش بي تبع وايت بيرد. ايوه بلسه في قدامهم ضرب بالفايت. اوه شيت هاي كانت رسمة فنانة. كمان اوكي الحمد لله اخيرا اول ما حكيت كمان نايس. هذا هو ماريو مات اخيرا. خلينا نشوف ماريو، لسه ما شفنا ماريو بس دخلنا الفايت دغري. هذا ماريو واللي اتوقع بيشبه ماريو كتير. يعني حاولت اسوي ماريو بس ما عرفت كيف اطلع له واعي، فهذول اتوقع اقرب شيء. واخر واحد حرامي ما بعرف بس شفت شكله غبي شوي. ليش هيك رجله عبيطه كمان؟ حرامي فات عند ابو علي. خلينا نشوف الفايت. ليش فت عند ابو علي؟ كان يحاول يسرق زبالة ابو علي كالعاده. الحرامي متحمس كثير. كول ضرب. لا كول ضرب. ها معك كروبار ابو علي مع عصايته. خيب الريكول تبع العصاير. شو هذا؟ صلخ براسه. ابو علي عصب، ابو علي عصب. كمان ابو علي تحسن تصفى، تحسن بكل سهوله كمان. كفو عليك. مسكه من رجله. روح فيه. الاثنين عصبوا وريد فيكتوري. ابو علي قتل الحرامي. كفو عليك. هذا كان كل شيء، اتمنى انه عجبكم الفيديو. اذا عجبك الفيديو لا تنسى تسوي لايك، تشترك بالقناه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وطبعا ممكن اليوم يكون في بث بالليل ما بعرف، ولو كان في بث حتلاقيه على القناه الثانيه. على العموم هذا كان كل شيء، اتمنى انه عجبكم الفيديو. اذا عجبك الفيديو لا تسوي لايك، تشترك بالقناه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ومع السلامه.